فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الرجل الحليق أو المقصر من لحيته، وما حكم الصلاة خلف المسبل؟ أولاً، عند تنصيب الإمام يجب أن يختار الإمام الصالح، أن يختار الإمام الصالح الذي تنطبق عليه الصفات الطيبة، فلا ينصب للإمامة شخص فيه قصور من ناحية الدين، وفيه من هو أفضل منه، ليقدم الأفضل عند التعيين. أما لو أنه عين وهو مستقيم وصالح، لكن طرأ عليه ما طرأ من التغيرات، حلق اللحية والإسبال وما أو الأفكار اللي ما هي طيبة، فهذا يجب السعي في إزالته عند المسؤولين، يجب أن يرفع عنه للمسؤولين عن المساجد من أجل استبدال غيره به. أما أنت إذا وجدت الناس يصلون ولو خلف حليق ولو خلف مسبل، وجدتهم يصلون ولا هناك جماعة أخرى تذهب لها إلا هذه الجماعة، صل معهم ولو خلف الحليق وخلف المسبل، ولا تترك صلاة الجماعة، يعني صلاة الجماعة واجبة. نعم.